التحليلية من الميادين، مناورات جوية للجيش والحرس تغطي نصف مساحة إيران. ما الذي تعنيه هذه المناورات بالتزامن مع انتهاء حظر التسليح على إيران؟ وما هي الرسائل التي تحملها؟ الرئيس اللبناني: قلت كلمتي ولن أمشي، وفكر في التكليف والتأليف. ما هي هواجس الرئيس اللبناني؟ أهي في تسمية الرئيس المكلف أم في تأليف الحكومة أم في قضايا أخرى؟ قتل وعنف واحتجاجات في نيجيريا، ما الذي يجري في هذا البلد؟ هل هو صراع داخلي بين الأطراف النيجيريين أم ثمة قوى خارجية تشعل النار في الهشيم؟ وفي قضية اليوم، في مثل هذا اليوم الجيش المصري يغرق المدمرة الإسرائيلية إيلات. فاتحة حرب استنزاف مصرية أثمرت انتصار أكتوبر، واليوم مقاومة أكثر تطورا واستنزافا للاحتلال إعلاميا ونفسيا وعسكريا. في الملف الأول، تستعرض إيران صناعاتها العسكرية في مناورات جوية مشتركة بين الجيش والحرس. في الظاهر تبدو المناورات روتينية، وفي المضمون تحمل رسائل مهمة في توقيت مهم بعد انتهاء حظر التسليح الذي فرض على إيران 13 عاما، هو ما اعتبرته طهران انتصارا سياسيا وقانونيا في الدرجة الأولى قبل أن يفتح نافذة أخرى للاقتصاد الإيراني عبر تصدير السلاح. نتابع. 3 2 1 آتش. تستعرض إيران صناعاتها العسكرية في مناورات جوية مشتركة بين الجيش والحرس. في الظاهر تبدو المناورات روتينية، وفي المضمون تحمل رسائل مهمة في توقيت مهم بعد انتهاء حظر التسليح المفروض على إيران منذ 13 عاما، وهو ما اعتبرته طهران انتصارا سياسيا وقانونيا بالدرجة الأولى قبل أن يفتح نافذة أخرى للاقتصاد الإيراني عبر تصدير السلاح. منطق الحق والحقيقة والعقل والقانون انتصر على منطق البلطجة والقوة، وانتهاء الحظر نجاح كبير وأمر مهم لإيران، أظهر أن المؤامرات الأمريكية طوال الأعوام الماضية فاشلة. تجرى المناورات على مساحة تتجاوز نصف مساحة إيران، في إشارة واضحة إلى القدرة والإمكانات القتالية العالية وإلى الجاهزية العسكرية لصد أي اعتداء على مساحة واسعة، وهي إشارة تظهر بوضوح الإمكانات العسكرية المصنعة محليا التي تمتلكها إيران، ولا سيما في المنظومات الصاروخية الدفاعية والهجومية التي أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة في الخليج جلوبال هوك وضربت قاعدة عين الأسد المحصنة في العراق، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي يقول المسؤولون هنا إن إيران تحتل المرتبة الخامسة في هذه الصناعة عالميا في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ 4 عقود. أعلن هنا أننا لا نحتاج مطلقا لأحد ولسنا تابعين لأحد في صناعة منظومات الدفاع الجوي، وهي محلية بالكامل. 90% وما يزيد من حاجة إيران الدفاعية تصنعها محليا، وهذا ما سيجعلها تصدر أضعاف ما قد تستورد. رب ضارة نافعة، هكذا يتحدث بعض الإيرانيين عن العقوبات التي دفعتهم إلى الاعتماد على قدراتهم المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ليس في الصناعات العسكرية فقط بل في شتى المجالات، وهذا ما ساعد على الصمود في وجه العقوبات. ملحم ريح، طهران، الميادين. مدير مكتب الميادين في طهران ملحم ريا، ليس جديدا أن تجري إيران مناورات بين شهري أكتوبر ونوفمبر، إلا أن لهذه المناورات خصوصيتها، ما الجديد أو ما الذي يميز هذه المناورات اليوم؟ ما يميز هذه المناورات هو تزامنها مع انتهاء حظر التسليح من قبل مجلس الأمن الدولي الذي استمر لمدة 13 عاما. من جانب آخر، الأسلحة التي استخدمت في هذه المناورات هي أسلحة بغالبيتها محلية الصنع، تحديدا نتحدث هنا عن المنظومة الصاروخية الدفاعية، خاصة منظومة الثالث من خرداد التي كان لها دور كبير في إسقاط الطائرة الأمريكية في الخليج كما ذكرنا في
التقرير جلوبال هوك، والخامس عشر من خرداد هذه المنظومة الاستراتيجية والمهمة جدا والتي تعد من الجيل الجديد والأكثر تطورا في المنظومات الصاروخية تحديدا المنظومات الدفاعية لإيران. هذا فضلا عن الطائرات المسيرة بطبيعة الحال، حيث يعتبر القادة العسكريون هنا أن إيران هي من ضمن أول خمس دول في هذه الصناعة. أما يعني استخدام هذه الأسلحة محلية الصنع في هذه المناورات، أعتقد بأنه كان متعمد وكان له دلالة كبيرة، خاصة في ظل تزامنه مع انتهاء حظر التسليح على إيران، وكان إيران هنا تحاول الترويج لصناعاتها العسكرية المحلية، خاصة بأن تصدير هذه الأسلحة أمر مهم جدا بالنسبة للجانب الإيراني، إن كان من ناحية مردوده الاقتصادي أو إن كان من نواحي أخرى معنوية ويعني مرتبطة بتوسع إيران وبحضور إيران في المنطقة تحديدا وفي أيضا دول أخرى. هناك عدة دول حقيقة أبدت أهمية لشراء هذه الأسلحة، مثل أفغانستان، العراق، أيضا بعض دول شمال إيران، وكذلك بعض الدول اللاتينية، بعدما أثبتت هذه الأسلحة فعاليتها في الكثير من المحافل، خاصة في المواجهة مع أمريكا وأيضا مواجهة الجماعات الإرهابية. محلل ميادين للشؤون السياسية قاسم عز الدين، تحدث ملحم عن موضوع حظر التسليح، هذا الموضوع وضع واشنطن في عزلة أممية اليوم، أي رسالة تريد إيران إيصالها لأمريكا بالتحديد من خلال هذه المناورات؟ يعني أعتقد أن هذه المناورات ذات غالب استراتيجي سياسي أكثر منه عسكري، بسبب أن المهلة الحظر التسلح يعني طوت إيران هذه الصفحة، وتريد أن تسجل أنها لا تكتفي بهذا الانتصار السياسي، فهي سائرة على طريق متدرج نحو آفاق أخرى، وخاصة أن ترامب وبومبيو يقولان ويشيعان بأن إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات إذا فاز في الانتخابات. لعل إيران توجه يعني تضرب على هذا الوتر بأن إيران التي تحقق انتصارات سياسية على مستوى حظر التسلح والمستويات الأخرى التي ستنتهي بمسألة الصواريخ في 2023، هي مستعدة ومتأهبة، وربما ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة بأنها من غير الممكن أن تلجأ إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية. ملحم، الرئيس روحاني تحدث اليوم عن انتصار بعد انتهاء الحظر، يعني كيف يمكن قراءة وفهم هذه العبارة بالتحديد، انتصار على ماذا؟ إيران تقول أنها حققت انتصارا سياسيا وأيضا انتصارا قانونيا تحديدا على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي المعني الأول في الصراع الحالي الدائر، خاصة فيما يتعلق باستمرار حظر الأسلحة أو محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء الحظر التسليحي تحديدا من قبل مجلس الأمن الدولي. روحاني استخدم اليوم كلمة خلال اجتماع الحكومة، قال بأن الحق والعقل انتصر على القوة وعلى البلطجة. إيران تعتبر بأن الانتصار السياسي تحقق عبر إفشال المخططات الأمريكية الرامية إلى تمديد الحظر أو العقوبات على إيران، تحديدا الحظر التسليحي قبل حوالي شهر تحديدا في 20 من سبتمبر الماضي. فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مشروعها لتمديد الحظر التسليحي على إيران، جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي رفضوا هذا الطلب الأمريكي. إيران تعتبر بأن هذا الرفض من الأعضاء في مجلس الأمن الدولي جاء بسبب الدبلوماسية الإيرانية النشطة خلال الفترة الماضية. أيضا حققت انتصارا قانونيا بعد إفشال الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها باستغلال القرار 2231 بطريقة غير شرعية لإعادة تفعيل آلية فض النزاع مرة أخرى. لكن الانتصار الكبير حقيقة الذي تحقق هو انتصار الإرادة الإيرانية على الإرادة الأمريكية، إرادة الصمود للشعب الإيراني على إرادة أو على
سياسة فرض العقوبات الأمريكية. هذا هو الانتصار الكبير حقيقة برأي الكثير من المحللين، وهذا الذي دفع بالعديد من الدول إلى تغيير وجهة نظرهم حيال هذه السياسة الأمريكية، تحديدا سياسة فرض العقوبات ورفضهم للمضي قدما أو السير في ركب الولايات المتحدة الأمريكية مرة جديدة. نعم، إلى ملفنا الثاني. قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظل على العهد والوعد، وأملي أن تفكروا جيدا في آثار التكليف على التأليف. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال هذه الكلمات ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فما هي هواجس الرئيس اللبناني؟ نتابع ثم نحلل. قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظل على العهد والوعد. هكذا قطع الرئيس اللبناني ميشيل عون سيل التكهنات والتحليلات التي استبقت كلمته، فهو باق ولن يتراجع. الرئيس اللبناني طرح أسئلة كثيرة خلال كلمته التي تستبق الاستشارات النيابية لتكليف رئيس لتأليف الحكومة. عون بدا متوجسا من إخفاق الطبقة السياسية من تنفيذ الإصلاحات وإكثارها من الوعود، وسأل الرئيس الذي سيكلف عن مدى التزامه بتنفيذ هذه الإصلاحات واضعا الكرة في ملعب البرلمان وممثلي الشعب. هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانية باسم الشعب الذي تمثلون، وأنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا لتحكيم ضميركم الوطني وحس المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم. وتأتي الكلمة الرئاسية في ظل حراك سياسي أخفق في جمع الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل، إخفاق يخشى أن ينعكس سلبا على عملية التأليف التي قد تطول، ولا سيما أن التيار الوطني الحر الذي لديه أكبر كتلة في البرلمان اللبناني لن يسمي الحريري، وربما لن يمنح الثقة لحكومته في حال تأليفها، رغم أن التقديرات تعطيه أصوات أكثر من 55 نائبا تخوله تأليف حكومته الثالثة في عهد الرئيس عون. أسئلة مثيرة وجهها الرئيس اللبناني ميشيل عون للرئيس الذي سيكلف الخميس تأليف الحكومة، أسئلة فيها هواجس واضحة يخشى معها أن تدخل البلاد في مرحلة تقطيع الوقت في ظل التطورات الإقليمية والدولية ومدى انعكاسها على لبنان. عباس صباغ، بيروت، الميادين. محلل الميادين للشؤون العربية والإقليمية عبد الله شمس الدين. عبد الله، وكأن لبنان عاجز عن الخروج من معضلة التأليف والتكليف، رسائل كثيرة يمكن استخلاصها اليوم من كلمة الرئيس عون وحتى من طريقته في أداء هذه الكلمة. هناك عتب، هناك هواجس، لماذا خرج الرئيس عون بهذه الكلمة إلى اللبنانيين؟ ما علينا أن ندرك بأن الرئيس عون بعد عدة أيام، تحديدا بعد حوالي 10 أيام، سوف ينهي عامه الرابع في رئاسة الجمهورية اللبنانية. إذا ما عدنا إلى ما قبل 4 سنوات عندما انتخب رئيسا للجمهورية، كلنا نذكر العديد من الكلمات التي ألقاها والخطابات التي ألقاها والتي تحدث فيها عن خطط وعن إصلاحات وعن مشاريع يريد أن ينفذها خلال فترة رئاسته للجمهورية. بعد 4 سنوات اليوم نأتي ونقول بحسب الواقع بأنه لم يستطع أن يحقق الكثير مما وعد به، ربما لم يحقق إلا القليل. طبعا هو لا يتحمل المسؤولية، كل الطاقم السياسي ربما يتحمل المسؤولية، لكن الرئيس عون يقول بكل صراحة، وهو خرج ليتحدث بهذه الكلمة ليقول للبنانيين بكل صراحة بأن هناك من عمل على أن يمنعه من تحقيق هذه الإنجازات. تحدث كثيرا عن الفساد، اتهم منظومة سياسية بعينها. هو قال بالحرف الواحد يعني في كلمته: حين حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن، رفع المتضررون المتاريس بوجهي. وهو تحت عبارة أين، يعني من يسمع كلمة الرئيس عون سوف يلاحظ بأن كلمة أين عددها ربما أكثر من 10 مرات في معرض سؤاله عن الكثير من العناوين
القوانين المرتبطة بالفساد والإصلاحات التي طرحها، وقال بأن الآخرين منعوه من تنفيذها. الهواجس التي يعني يطرحها الرئيس عون ترتبط بالوضع الحالي ليس للبنان فقط، إنما للبنان والمنطقة. كما تعلمين هناك، والرئيس عون قالها اليوم، هناك العديد من المتغيرات في المنطقة، ولبنان في وسط هذه المنطقة وفي عين العاصفة، لا سيما على المستوى الاقتصادي، على المستوى المالي، وعلى المستوى السياسي. وبالتالي يجب أن يعرف المسؤولون اللبنانيون أنهم عليهم أن يضعوا لبنان في مكانه الطبيعي في هذه المنطقة. ملحم، كما ذكر عبد الله، لا شك في أن لبنان يندرج ضمن البلدان المتأثرة وبقوة بصراع المحاور. هناك اليوم جهات في لبنان تتهم إيران وتتهم حلفاء إيران في الداخل بعرقلة هذا المسار الحكومي، إذا صح التعبير. أين إيران من كل ما يجري؟ طبعا لبنان يتأثر ويؤثر كذلك الأمر في الإقليم. إيران تنظر في الحقيقة إلى التطورات اللبنانية منذ عام تقريبا، خاصة منذ 17 أو حركة 17-20 الشعبية، تنظر إلى هذه الأحداث بحذر وبقلق شديدين، بالرغم أنها لم تتدخل، وبالرغم من أنها تدرك أن لبنان دولة مهمة جدا بالنسبة للأمن الإقليمي، وبالتالي الأمن الإقليمي هو يعني أيضا أمن إيران، ولكنها لم تتدخل كما فعلت العديد من الدول، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، ولم تستغل الأحداث التي حصلت في لبنان، تحديدا انفجار مرفأ بيروت. إيران دائما تؤكد على ضرورة احترام سيادة واستقلال لبنان. ثلاثة نقاط رئيسية تهم إيران حقيقة في لبنان. النقطة الأولى احترام الإرادة الشعبية الحقيقية في لبنان. النقطة الثانية العودة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي. والنقطة الثالثة الحفاظ على المقاومة ومكتسباتها. عبد الله، ما الذي قصده الرئيس عون بالقول قلت كلمتي ولن أمشي، علما بأنه في الأيام القليلة الماضية كثر الحديث عن استقالة الرئيس عون من منصبه؟ كما تعلمين مايا، خلال الأسابيع الماضية هناك حراك سياسي كبير قبيل الاستشارات النيابية القريبة، وبالتالي الرئيس عون ليس راضيا عن ما يجري من تحالفات ومن لقاءات في الأروقة السياسية اللبنانية لسبب معين، وهي أنه يعتقد أو أنه يستشف من بعض هذه الاجتماعات بأنها تستهدفه هو وتستهدف التيار الوطني الحر الذي هو واحد من أكبر القوى السياسية في لبنان. وبالتالي الكثيرون اعتقدوا أنه عندما أعلن بأنه سيوجه كلمة إلى اللبنانيين، الكثير اعتقدوا أنه سيقوم بتأجيل الاستشارات النيابية لأنه ليس راض عن نتيجتها، والدستور يعطيه هذا الحق. لكن الرئيس عون فاجأ هؤلاء بأنه لم يلجأ إلى تأجيل الاستشارات النيابية، بل أصر عليها بطريقة غير مباشرة، وقال لي النواب أنتم تحملوا مسؤولياتكم، وقال للرئيس الذي سيكلف أيضا أن تتحمل مسؤولياتك فيما يتعلق بالإصلاح وبمحاربة الفساد. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه بعد مرحلة التكليف هناك مرحلة تأليف، والرئيس عون هو من الثوابت في موضوع التأليف. لا يمكن أن تؤلف حكومة دون أن يمضي عليها رئيس الجمهورية. وبالتالي صحيح، الذي كان يخشاه الرئيس عون هو أنه عندما نذهب إلى التأليف أن تطول المدة وأن لا يستطيع الرئيس المكلف أن يؤلف حكومة، وبالتالي هو كان يريد أن يتم الاتفاق على الأسس، على الضوابط والأسس المرتبطة بتشكيل الحكومة قبل تسمية الرئيس المكلف، لا سيما أنه يعلم أن هناك الكثير من الدول الأساسية في الإقليم، وطبعا نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن الولايات المتحدة، يراقبون الوضع في لبنان وهم يريدون أن تؤلف حكومة بأسرع وقت ممكن. إلى ملفنا الثالث، تظاهرات وقمع وقتل وحظر تجوال ومواجهات بين المواطنين والشرطة. هذا هو المشهد في مدن نيجيرية عديدة، فما هي الأسباب؟ هل هي أزمة داخلية بحتة بين قبائل أو بين أطراف سياسيين، أم ثمة أياد خارجية تعبث بهذا البلد؟ نتابع.
عدوى عنف الشرطة انتقلت على ما يبدو إلى أفريقيا، فها هي الشرطة النيجيرية تفتح النار على متظاهرين في لاغوس حيث استمرت التظاهرات بالرغم من فرض حظر التجول. الجيش النيجيري يقول إنه لم يكن هناك جنود في موقع إطلاق النار في لايكي، المنطقة الراقية في لاغوس أكبر مدن أفريقيا، وحكومة الولاية أعلنت فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار. النيجيريون وفي مدن عديدة يتظاهرون منذ أسابيع للتنديد بسارس والمطالبة بحلها. صحيح أن سارس هي فرقة مكافحة السرقة الخاصة في الشرطة النيجيرية، لكنها وحدة مثيرة للجدل، ويتهمها المتظاهرون بممارسة أفعال وحشية من قتل واغتصاب وتحرش وابتزاز وتعذيب. نحن نناضل من أجل حقوقنا، نحن سلميون ولا نسرق، لا أحد يدفع لنا، ونطالب بحل فرقة سارس. سارس هي التي جعلتني أعرج هكذا. لقد كنت في منزل نائما قرابة الثانية فجرا عندما اقتحموا منزلي وبدأوا يطلقون النار في كل مكان. منظمة العفو الدولية وثقت 82 حالة من وحشية الشرطة في نيجيريا بين عامي 2017 و2020، وذكرت أن الأشخاص الذين اعتقلتهم سارس عانوا من أساليب التعذيب بما في ذلك الشنق والإعدام الوهمي والعنف الجنسي. السلطات النيجيرية كانت قد حلت سارس منذ نحو 10 أيام، لكن التظاهرات استمرت للمطالبة بسلسلة إصلاحات في القوانين المرعية. محلل الميادين للشؤون السياسية قاسم عز الدين، ما بدأ تحت شعار أند سارس أو أنهو سارس تحول إلى شعارات أخرى، أنهو الفساد، أنهو الفقر، أنهو الجوع والبطالة وغيرها من الأمور، كيف يمكن أن نفهم ما يحصل في نيجيريا اليوم؟ يعني لا فرق بين المطلبين، أنهو سارس، وإذا قالت الشرطة والحكومة أنها حلت سارس لا يعني بالتأكيد أنها حلت سارس. على كل حال سارس يعني هو اسم، لكن داخل هذا الاسم بالشرطة هناك عصابات مسلحة تتبع إما لبعض عناصر بالجيش أو عناصر المتنفذين أو حتى لتمرير مصالح خاصة وشخصية ببلد يحكمه الشركات وتتحكم فيه، ويقول عنه البنك الدولي أنه عملاق إفريقيا. صحيح. عملاق إفريقيا لأنه مؤهل للنهب، كل الشركات الأوروبية والأمريكية تستثمر في هذا البلد، والشعب معظم الشعب النيجيري مرمي في العوز والفقر، والطبقة الحاكمة أو جزء كبير من الطبقة الحاكمة مستفيد بالفساد. يقال يعني حسب الإحصاءات أن هناك أكثر من 2 مليار دولار يخرجون سنويا إلى البنوك الخارجية لتحويلات للجماعات ذات المصلحة. لنعود إلى سارس. سارس هي جزء منها شرطة، والجزء الخفي هو عصابات مسلحة، وقد أنشأته أو ربته على هذا الشكل أولا في التدخل الإسرائيلي، وفيما بعد اعتبارا من 1999 للأسف مع الموجة الديمقراطية الرابعة، ثم دخلت أمريكا ونقلت مدرسة تربية الشرطة الأمريكية إلى نيجيريا كما نقلتها إلى بلدان عديدة أخرى. لذلك هي تمارس القمع، تمارس القتل، تمارس التعذيب، كما رأينا وشهدنا في هذه المدرسة الأمريكية وحتى في بلدان عريقة بين هلالين بالديمقراطية كفرنسا وبريطانيا وغيرها. نعم عبد الله، عنف الشرطة في نيجيريا ليس بالأمر الجديد، ما الذي دفع النيجيريين اليوم إلى النزول إلى الشارع، الثبات في الشارع، علما بأن هناك مئات الضحايا بين قتلى وجرحى في الرصاص الحي؟
مايا، نحن نتحدث عن واحدة من أكبر الدول الإفريقية وأغناها، كما تعلمون نيجيريا هي واحدة من الدول المصدرة للنفط ومن أغنى البلدان الأوروبية فيما يتعلق بالنفط. طبعا لطالما اعتبرت الدول الأفريقية على أنها دول تلجأ إلى القمع في تثبيت حكم قادتها، وخاصة أن معظم الدول الأفريقية كانت تجري فيها انقلابات، لكن للأمانة لا يمكن التعميم، لكن في نيجيريا هذا الأمر واقع. هي ليست المرة الأولى التي نشهد فيها إطلاق نار من قبل الشرطة على المتظاهرين. نتحدث اليوم مثلا عن 18 ضحية، 18 قتيل جراء إطلاق النار، لكن إذا عدنا سابقا إلى الكثير من الحالات المشابهة سوف نلاحظ بأن الشرطة أطلقت النار على متظاهرين لأسباب سياسية، لأسباب عرقية، وأحيانا لأسباب دينية، وفي السنوات الماضية صحيح، وفي السنوات الماضية سقط ليس العشرات، سقط المئات من الضحايا ومن القتلى في مناسبات دينية، ومع ذلك لم يتحرك أحد وبقي الأمر على ما هو عليه. قاسم، هناك من يتحدث اليوم عن مومنتم يحدث في نيجيريا، تحاول بعض الأطراف الخارجية الاستفادة منه. نحن نعلم بأن إسرائيل حاضرة بقوة في نيجيريا، الصين حاضرة بقوة كبيرة في نيجيريا، وأيضا أمريكا. كيف يمكن أن نفهم اليوم الوضع في نيجيريا ضمن صراع القطبين الصيني والأمريكي؟ في نيجيريا على وجه الخصوص وفي حوض النيجر وأفريقيا الغربية هناك ثروات هائلة. هذه الثروات ليست للنيجيريين وليست للأفارقة. مليون نيجيري في أمريكا هربا من الجوع. طبعا ترامب قطع الطريق على استمرار الهجرة النيجيرية إلى أمريكا، رغم أن من حيث الأرقام كما يصنفها البنك الدولي وكما يدرسها خبراء الاقتصاد الليبراليون يقسمون الثروة العامة على عدد السكان 180 مليون نيجيري، فتخرج حصة النيجيري أكثر من 10,000 دولار على الورق، لكن عمليا ليس هذا هو الواقع. الواقع هو أن معظم النيجيريين يعيشون على حافة الفقر، وفئة بسيطة من النيجيريين من الحكم والمصالح المرتبطون بالشركات الأوروبية وحتى بالشركات الصينية وبالشركات الأجنبية هم يعيشون فوق كما تعيش هذه الطبقة في العالم. لذلك التنافس في هذه المنطقة، هناك تنافس سياسي على المصالح الاستراتيجية البعيدة، لكن بالدرجة الأولى هو تنافس على نهب الثروات، يعني نهب اقتصادي، وهذا ممكن يكون في تنافس وتلاقي في نفس الوقت. لكن الشعب النيجيري والأفارقة النيجيريين والغرب أفريقيين هم الذين يدفعون الثمن. وفي هذه اللحظة تأتي عصابات بالسارس وبغير السارس لكي تقتل وتغتصب تلبية لحاجات هذه المتحكمين بالثروة النيجيرية. شكرا لك قاسم عز الدين، الشكر موصول أيضا لعبد الله شمس الدين وملحم ريا. بعد الفاصل قضية اليوم. مثل هذا اليوم قبل 53 عاما أغرق الجيش المصري المدمر الإسرائيلي إيلات، مفتتحا بذلك حرب استنزاف أثمرت انتصار أكتوبر، حرب ما كان لينتصر فيها الرئيس جمال عبد الناصر لولا القرار والإرادة الشعبية وإصرار الجيش وعزيمته ورفضه الخضوع لهزيمة عام 67. ألا تشبه تلك المعركة ما تخوضه المقاومة من مواجهات اليوم أكثر تطورا واستنزافا للاحتلال إعلاميا ونفسيا وعسكريا؟ إذن تعود ذكرى تدمير البحرية المصرية مدمرة إيلات الإسرائيلية في ظل دعاية ممنهجة يمارسها المطبعون الجدد لإحباط نفسية العرب، لكن خط المقاومة الصامد يعيد الكرة مع المحتل الإسرائيلي باستنزافه على صعد متعددة تمهيدا للتحرير. في ذهنية المستسلمين لا قبل للعرب بمواجهة التفوق الإسرائيلي، وخلفها غاية مبيتة
هي تسويق فكر انهزامي يبيح للمحتل فرض نزعته التوسعية وتمديد أمد سلبه الحقوق واغتصابه الأرض المحتلة. مدمرة إيلات الإسرائيلية تقدم شهادة تاريخية بأن الانتكاسة لا توجب الانكسار والخضوع، فكم هزيمة تكون حبلى ببطولات انتصار تولد بعد حين. خرج الجيش المصري منهكا منهارا بعد حرب مفروضة جاءته على حين غرة في عام 67، وقد كان في تدميره وتهالكه فرصة سانحة للانقضاض عليه. بدا ذاك أمرا على الإسرائيليين يسيرا، فشنوا هجومهم على مدينة بور فؤاد المصرية يحسبونها لقمة سائغة من بعد نكسة حزيران 67، لكن القوات المصرية نجحت في صد الهجوم. لم تمر على انتهاء الحرب حينها أكثر من 3 أسابيع، وكان الرد من مصر عبد الناصر حرب استنزاف استمرت ل3 سنوات على ضفتي قناة السويس المصرية. بزخم تلك الحرب المستنزفة للإسرائيليين، كانت حرب أكتوبر تشرين 73، وكان النصر فيها مؤزرا بصمود وثبات، وأبلى فيها المصريون بلاء حسنا. وفي ذكر حرب الاستنزاف تذكر معها كلازمة بطولية عملية إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، ولتلك الواقعة شبيه لها قريب في ذاكرة المقاومة اللبنانية. انظروا إليها تحتوق وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة. في البارجة الحربية سعر تجلت بطولة المقاومة وقدرتها الرادعة، ولئن بدا للمتخاذلين ضعف في غزة المحاصرة فإن في صمودها نصر لعله قريب، فالمقاومة جمعاء بمحورها تعد عدتها وما استطاعت من قوة. في ذلك إرباك للمحتل الإسرائيلي وخشية وترقب، يحاول المطبعون الأخذ بيده ويمد هو الآخر يده مستنصرا بالمنسلخين عن القضية، فقد استنزفت أعصابه الصواريخ المطبقة عليه من كل جانب. محلل ميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام، كيف قرأت إسرائيل تجربة سفينة إيلات علما أنها تعيش حرب استنزاف مع المقاومة، كل المقاومة اليوم؟ تحياتي مايا، تابعت كل ما ورد في الأرشيف الإسرائيلي عن فترة الاستنزاف، سأحاول أن أقتبس حرفيا. في شهادات الجنود أنها أسوأ فترة عسكرية، في شهادات سياسيين أنها مثلت خطرا وجوديا على إسرائيل لأنها أجبت نتائج 67. في شهادات الإرشيف الإسرائيلي أنها كانت كابوسا، ووصولا إلى حرب 73 لا تزال أسوأ فترة، لدرجة أنه ديان والقادة الآخرين وعلى رأسهم بن غوريون اعتقدوا بأنه هناك خطر وجودي، ولذلك دعوا إلى استجلاب اليهود من كل أنحاء العالم، جندوا من أمريكا طيارين، من فرنسا، وطلبوا الغوث من كل العالم. واليوم إذا ما قرناها باليوم أعتقد بأن الوضع مشابه، لكن هناك بروبوغندا. فترتها الإعلام الإسرائيلي كان لا يصل إلى هذا المستوى من التفاعل مع الأنظمة. أما فيما يتعلق بالتطبيع، أعتقد بأن العباءة الشعبية قصيرة جدا لكي تستوعب التطبيع، لذلك هي فقاعة سرعان ما تذوي. وفي الحقيقة أفرجت إسرائيل قبل نحو عام 2019 عن جزء مهم جدا وزخم فيما يتعلق بحرب الاستنزاف، فيما يتعلق بمصر الأمور لم تكن كما عهدناها من قبل، وإنما كانت على إسرائيل أسوأ بكثير بكثير. قاسم، ما هي فلسفة عبد الناصر في حرب الاستنزاف، وكيف طورتها المقاومة في ظروف مختلفة؟ يعني حرب الاستنزاف بدأت مباشرة بعد إغراق إيلات، وإيلات ذات رمز كبير لأنها هي المدمرة مع مدمرة يافا التي اشتركت في العدوان الثلاثي على مصر، واشتركت في العدوان 67، وحاول الإسرائيليون أن يسجلوا انتصارا بحريا في بورسعيد، لذلك تصدى لها عبد الناصر. وفي الفترة اللاحقة خلال أسبوعين أو 3 بدأ حرب الاستنزاف في بور فؤاد. فلسفة عبد الناصر بحرب الاستنزاف هو رفض الهزيمة
واحد. اثنين، هو دمج ما بين المقاومة الشعبية والجيش النظامي، وهذه الفلسفة كانت جديدة في تلك الفترة. لذلك اشتركت الصاعقة ببور فؤاد، وهي التي بدأت بحرب الاستنزاف، ومن ثم تطور الجيش المصري. المقاومة أخذت هذه الفلسفة وطورتها، بمعنى أن الظروف 67 عندما بدأ عبد الناصر بالمقاومة حرب الاستنزاف، كان هناك لآت الخرطوم الثلاثة، صحيح. لا صلح لا تفاوض، كانت الجامعة العربية، كان الوضع العربي، كان هناك تعاون، كان لم يزل الاتحاد السوفيتي موجودا. المقاومة بدأت بنفس الفلسفة، إنما في ظروف أصعب وأشد هولا مما كانت عليه ما كان عليه حرب الاستنزاف، لكن الفلسفة نفسها رفض الانصياع للهزيمة والتحضير لمقاومة شعبية وبناء معركة جيش، يعني الدمج ما بين الجيش والصواريخ والمقاتلين والحرب الشعبية أو حرب الغوار كما كانت موجودة في فيتنام في تلك الفترة، وأصبحت مدرسة تدرس على الصعيد العالمي، هذا الدمج بين الحرب الشعبية والحرب النظامية، مدرسة خاصة بذاتها وتدرس حتى في الأكاديميات الغربية. ناصر، أعلم أن لهذا الموضوع ولهذه الحقبة الزمنية في وجدانك وفي ذكرياتك أمور كثيرة ومهمة نود أن تشاركنا إياها. نعود معك إلى ذكرى تدمير إيلات وإلى الشارع المصري بالتحديد، كيف كانت ردة الفعل الشعبية والرسمية؟ هذا أنا أم محمد ناصر. تفضل ناصر اللحام معك. عفوا. في الحقيقة التأثيرات تلك كانت على كل العالم العربي وليست على مصر فقط، وهنا أريد أن أستكمل ما قاله قاسم. هذه مرحلة المد الثوري، التحضير، التمهيد للثورة الكبيرة، هذا طال المغرب العربي، طال الوطن العربي كله، وطال حتى اليمن، وبالتالي تجد حتى جيل كامل وأنا منهم حمل اسم ناصر في تيمنا بجمال عبد الناصر. نقطة أخرى، كانت المشاعر بأن إسرائيل فازت بالغدر وفازت بإسكات الجيوش النظامية، وبالتالي الثورة لا يمكن إسكاتها بنفس الطريقة التي تم إسكات الجيوش النظامية فيها، فبحث الناس عن أدوات جديدة ولم يبحثوا عن فكرة جديدة، وهذا مهم جدا. فكرة تحرير فلسطين بقيت هي لكن الأدوات كان فيها خلل. النقطة الأخرى، إسرائيل انكسر غرورها في هذه المرحلة رغم الدعم الفرنسي وهو سبب هزيمة 67 فيما يتعلق بالطيران. تفوق إسرائيل بالطيران أعطاها وهم، هذا الوهم تبدد أمام الجيش السوري، وأريد أن أكرر ما قلته من قبل في حرب 73 التي هي نهاية حرب الاستنزاف، وأنا شاهدتها بنفسي. الكوماندوز الإسرائيلي قال قضينا حاجتنا في ثيابنا خوفا من الكوماندوز الروسي في السوري في جبل الشيخ، وحتى الدبابات السورية وصلت إلى طريق حيفا جنين. أما فيما يتعلق بمصر والجيش الثالث، لا تزال هذه قضية خلافية. جولدا مائير أكلت أصابعها ندما على تلك الفترة، لجان تحقيق جرت فيها، وهذا بالمناسبة ما جرى في لبنان بعد لبنان. فيما يتعلق بالبحر، إسرائيل امتلكت كل شيء، امتلكت كل شيء، سأنهي بسرعة، إلا البحر. عمليات الفدائيين من طريق البحر، على رأس عملية دلال المغربي، عملية زكيم التي قامت بها كتاب عز الدين قسام، المدمرة إيلات المصريين، عمليات أبو جهاد، حزب الله حين ضرب ساعر 5. وبالتالي يحق اليوم أن نقول بعد 53 عاما هذا البحر لي، والأرض بتقاتل مع أصحابها، وهذا أيضا استكمالا لنظرية جياب في المقاومة الشعبية. قاسم، اسمح لي أن أبقى في تلك الحقبة بالتحديد، كيف أدارت الدولة المصرية معركة الاستنزاف سياسيا وعسكريا وصولا لتحقيق النصر في أكتوبر 73؟
الدولة المصرية كانت تعتمد على المقاومة الشعبية على ضفة القناة، وبشكل خاص يعني الإسكندرية، بورسعيد، القاهرة، وبنت مقاومة شعبية تقليدية يعني كما كانت معروفة في حرب فيتنام، هي الاعتماد على حرب الغوار لمواجهة الجيش الإسرائيلي الذي كان موجودا على الضفة الأخرى من قناة السويس. لكن إلى جانب ذلك كانت الدولة المصرية تحضر إلى حرب أكبر من حرب استنزاف. كان الهدف من حرب الاستنزاف هو التوصل وإعادة بناء الجيش، وخاصة بناء المعدات التي دمرتها إسرائيل، وبناء النفسية والعقلية التي سادت بعد هزيمة 67 بأننا قادرون على أن ننتصر. وهذا استغرق وقت طويل ونقاشات، وخاصة كما أشار ناصر أن النكسة خلقت مدا ثوريا على عكس ما هو يعني شائع. عادة النكسة تخلق انهزام، بينما النكسة 67 والهزيمة خلقت مدا ثوريا في الوطن العربي وحتى في أفريقيا، وأكثر من نصف الدول التي تقيم علاقات اليوم مع إسرائيل بأفريقيا وبغير أفريقيا قطعت علاقاتها بإسرائيل وقت الهزيمة. والتضامن العالمي كان كبيرا مع مصر ومع العرب، وبهذه الفترة نشأت المقاومة الفلسطينية. بال67 نشأت المقاومة الفلسطينية واشتركت إلى جانب الجيوش، الجيش المصري والجيش السوري في المعركة، وحضرت لمعركة 73. ناصر، بالحديث عن نشأة المقاومة الفلسطينية، دعنا نتحدث اليوم عن واقع المقاومة، كل المقاومة، أين نقاط القوة، وفي المقابل أين نقاط الضعف الإسرائيلي؟ يعني يكثر الكلام في هذا الموضوع، هناك مدارس فكرية كثيرة، هناك المدرسة الواقعية وهناك السببية وهناك كثير من النظريات، لكن أنا أقول بأن المدرسة الثورية هي أدق، والأمر يتعلق فكريا وفلسفيا في التجرؤ العقلي على عمل شيء. التجرؤ التنفيذ يأتي من ينفذ، لا تقلقوا تجاه هذا الموضوع. التجرؤ العقلي في إشارة مقاومة الاحتلال وفي إشارة أن هناك حق للشعب الفلسطيني، هذا مهم جدا. التنازل عن التجرؤ العقلي لا يغني عنه لا نجاعة التنفيذ ولا طائرات F-35. يعني إذا القيادة مهزومة معها طائرات F-35 وصواريخ كروز أتوم وباليستية لن تفعل شيء، وإذا قيادة متجرئة ثوريا ورومانسيا والذين قال عنهم محمود درويش وحدهم العاشقون يظنون أن النهر مرايا فينتحرون، إذا كان الإنسان مؤمن بقضيته فإن كل أسلحة العالم لا تخيفه ولا ترهبه. لذلك أنا أقول بأنه عوامل القوة لدى المقاومة أكثر بكثير، لديها حاضنة شعبية تعمل في بيئة حاضنة في كل قرية فلسطينية ولبنانية وفي كل قرية وبلد عربي، ستجد أن هناك من يحتضن الثورة، لكن لن تجد من يفتح بابه لجاسوس أو لمطبع أو لخائن لقضيته ووطنه. وبالتالي أرى أن البحث عن الواقعية السياسية الآن في غير مكانه، البحث عن الثبات والصمود، والنصر يأتي من صدور الرجال، وأعتقد أن هذا موجود لدى المقاومة. نقاط الضعف عند الاحتلال بكلمة واحدة، لديهم عقدة الفناء. بعد مرور عشرات السنين قاسم على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، كيف ظل الشعب المصري رافض للهزيمة ومناهض للتطبيع؟ يعني الشعب المصري رافض للهزيمة ورافض للتطبيع كالشعب العربي أينما كان، يعني لا يختلف الشعب المصري عن أي شعب في أي بلد، حتى وإن كانت يعني الدولة المصرية عقدت اتفاق كامب ديفيد وطبعت مع مصر، وشاهدنا نشهد اليوم أشكال أخرى من الأسرى التي تسمى تطبيع وهي ليست تطبيع. لكن يعني أنا أريد أن أشير أن الشعب والمقاومة والأمة العربية والأمة الإسلامية لا ينقصها إمكانيات. الأزمة هي أزمة سياسية،
وإذا عدنا إلى المفصل الذي أدى إلى التطبيع وأدى إلى الهزيمة السياسية هو انتصار عسكري وليس هزيمة سياسية. الانتصار العسكري بالـ 73 هو الذي ولد الهزيمة السياسية، ونحن نعيش في هذه المنطقة هزيمة سياسية بعد 73. والسبب في ذلك هو كما يقال اليوم، كما قال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، أن 99% من الأوراق في المنطقة العربية هي بيد أمريكا، وعلينا أن ننصاع إلى ما تريده أمريكا. وبناء على ذلك وعد كما يعيدون اليوم بالازدهار وبالديمقراطية وبالحداثة وبالثروات وبالرفاهية. نحن نتحدث من عام 73، كل هذه الفترة أثبتت أن هذه الدعوات هي أوهام وهي تخرصات. لكن بما أن لا يوجد مناهضة سياسية على هذا المستوى، أو لا يوجد مناهضة سياسية كافية على هذا المستوى، لذلك يركب هذه الموجة من يريدون أن ينصاعوا إلى أمريكا وإلى الإرادة الأمريكية وليس الانصياع لإسرائيل. ستحدث معكم عن موضوع الهزيمة قاسم بعد قليل. ناصر، بينما يسير قطار التطبيع بسرعة وبخطوات تفوق التخيل صراحة، أحدثها موضوع إلغاء التأشيرات بين أبوظبي وتل أبيب، ما الذي يقلق إسرائيل اليوم؟ إسرائيل قلقة لأنه وقت توقيع صكوك الاستسلام انطلقت صواريخ من غزة، تل أبيب عاشت رعبها وكوابيسها، وبالتالي يعرفون أن السلام الحقيقي هو مع المقاتلين وليس مع الذين لم يقاتلوا أبدا. هذا فانتازيا. ما يحدث مع الدول المطبعة وكوزمتيكا مكياج، وهذا ليس حقيقي. الوجه الحقيقي للصراع هنا على الأرض. عمر أبو ليلى شاب صغير عمره 16 سنة لا يملك أي شيء، ذهب إلى نقطة جيش ومستوطنين، طعنهم، أخذ سلاحهم. إسرائيل عاشت ليلة وكأنما حرب 67. ماهر الأخرس مضرب عن الطعام الآن 87 يوم. الصحف العبرية بدأت تتحدث عن الإرادة وعن صمود الإرادة، وهنا لابد أن أستذكر يوليوس فوتشيك في كتابه تحت أعواد المشنقة قال عبارة مهمة جدا، قال لا يصغر الإنسان حتى لو قطعوا رأسه. اليوم ما يقلق إسرائيل أن هنا أصحاب الأرض هم الذين يقررون وهم الذين يحددون نوعية الصراع ومستوى الصراع. قاسم، في كتاب لجيمس وورد الضحية صفر تحرير الذات من عقلية الهزيمة، يقول الكاتب إن من يشعر بالانهزام الدائم أو السبب من هذا الشعور بالانهزام الدائم لا يكمن بالظروف المحيطة به، بل في ذهنية وعقلية وقلب المنهزم. قاسم، لماذا تستمر عقلية الهزيمة لدى البعض في منطقتنا؟ تستمر عقلية الهزيمة ليست بالنسبة للشعوب، ليس بالنسبة للناس، هي بالنسبة للسياسيين أو لمعظم السياسيين، ومع الأسف بالنسبة ولكنهم ينقلونها للشعوب، يعني يحاولون الترويج لها ونقلها للشعوب. نعم، الشعوب بطبيعتها بفطرتها تقاوم ترفض، لكن لا تستطيع، وليست الشعوب هي التي تصنع التاريخ أو التي تحدد البرامج وهي التي تقود. هذه مسألة مرتبطة بالنخب ومرتبطة بالكوادر ومرتبطة بالقوى السياسية. معظم القوى السياسية غرقت منذ عقود طويلة بالثقافة الأمريكية، يعني الثقافة الأمريكية التي سادت بوجه التحديد منذ عام 1980 مع ريغان وتاتشر، ولا زال كل هؤلاء الخبراء، ونحن نسمع اليوم أي خبير وأي عليم وأي تكنوقراط وأي إلى آخره يقول، لاحظي جملة واحدة، أنه علينا أن نطبق كذا وكذا كي نحصل على الرضا، بعد ذلك سنعيش في سعادة تامة. وهذا القول يقولونه منذ عام 1973، وقد طبقنا اللجوء إلى البنك الدولي وإلى الديون
وإلى الاستثمارات، تشجيع الاستثمارات، وإلى التبعية لأمريكا، وإلى التبعية للتكنوقراط والخبراء. وكل يوم بعد يوم نرى أنفسنا في الهاوية أكثر فأكثر. واليوم يحاولون أن ينشروا هذا المأزق، هذا الوهم بالنسبة للشعب السوداني. شكرا لك قاسم عز الدين، الشكر موصول ايضا لناصر اللحم. تفضل، يعني ساعطيك 30 ثانيه صراحه، لا يفوت الكلام، تفضل. لا، الربط ما بين 73 او نتائج 73 واليوم هي جليه، لكن لا يمكنها، الناس لا تستخلص الدروس لوحدها، بحاجه الى مثقفين، الى نخب، الى حتى رجال دين وروحيين أن يربطوا ماذا حدث ولماذا خرقنا وكيف يمكن للمقاومة أن تعيدنا إلى طريق آخر وتطرح علينا حلول وبدائل غير هذه الأوهام والخرافات الذي يزرعوها. الوقت يقمعني وأنا مضطر على قمعك. شكرا لك قاسم عز الدين وناصر اللحام، شكرا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.